برنامجكم فتاوى. هذا البرنامج الذي تقدمه التلفزة الموريتانية بالتعاون مع المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الفقيه علال ولد باب. أهلا بكم شيخنا عضو المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم. حياكم الله مشاهدي الكرام. نبدأ العرض مع هذا البرنامج مع الشيخ حول البيوع. أهلا بكم شيخنا الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم أخي الكريم، وأهلا بمشاهدي قناة الموريتانية. نتناول في هذه الحلقة من هذا البرنامج المعنون بفتاوى، حيث نتحدث عن عرض وموضوع مهم هو البيع. وعبرتم في مقدمتكم بالبيوع، فجمعتم ما حقه أن يكون مفردا ولكن للجمع وجها، وهو أن البيع لما كان أجناسا وأنواعا جمعوه لذلك الاعتبار، وإلا فحقه أن يكون مفردا لأنه مصدر مؤكد، كما قال ابن مالك: وما لتوكيد فوحد أبدا وذن واجمع غيره وأفرد. والبيع مهم باعتبارات عديدة، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت منظمة لكافة المعاملات التي تكون بين الأفراد، ومنها أن الإنسان مطالب بكسب يغنيه عن أن يسأل الآخرين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بعمل يمارسه فتحصل له الاستقلالية من أن يسأل الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يذهب أحدكم فيأخذ حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولما كان البيع فيه علاقة بين شخص وشخص، كان لابد من نظام وقانون يضبط هذه العلاقة التي تكون بين الأفراد. ولذلك ورد في الأثر: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه. وتطبيقا لذلك، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيبعد من لا يعرف الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات. جميل. وكان يأخذ درته، والدرة بكسر الدال هي عصاه، فيضرب الجاهل الذي يمارس البيع ولا يعرف الأحكام. ودرة بكسر دالها عصا بها الأمير ضارب لمن عصى. جلس الجاهل في السوق عمر يضربه كما عن ابن الحاج قر، ولم يجس جلوسه في الشرع حتى يكون عالما بالبيع. وعقد البيع وعقد النكاح عليهما قوام العالم، لأن الإنسان محتاج إلى النساء مفتقر إلى البيع، والله تبارك وتعالى لم يترك الإنسان هملا يتصرف في هذين العقدين كيفما شاء، بل قال في محكم كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو تجارة عن تراض منكم، والاستثناء منقطع، كما قال الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس، والاستثناء منقطع. وقفت فيها أصيلانا، فيها رواية أصيلالا، أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأوارية. الأوارية الاستثناء منقطع. فالله تبارك وتعالى قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع إذن لا يمارسه أحد إلا إذا كان على دراية وعلم بأحكام البيع. وإذا كان تعلم هذه الأحكام من فروض الكفاية فهو في حق من لم يجلس ليبايع الناس ويعاملهم. أما إذا جلس ليعامل الناس ويبايعهم فصار تعلم هذه الأحكام فرض عين عليه، لأن من عمل فعلا محرما اتفاقا يأثم من جهتين، ومن فعل فعلا مختلفا فيه قيل يأثم باعتبار التحريم وقيل لا يأثم باعتبار التحليل. واختار عز الدين أن يؤثم لأنه لو تعلم لوجد أن في الأمر سعة. وإثم من فعل ما فيه خلاف ولم يقلد أحدا فيه اختلاف. واختار عز الدين أن يؤثم من حيث أن قد ترك التعلم، معناه إذ لو تعلم لعلم أن في الأمر سعة، ولذلك اختار أن يؤثم. أما من جلس ليعامل الناس فتعلم هذه الأحكام فرض عين، وإن كان تعلمها في الأصل فرض كفاية. وفرض الكفاية هو المعلوم الذي بيّنه السيوطي في الكوكب الساطع عندما قال فرض الكفاية مهم يقصد ونظر من فاعل يجرد، وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، وهو على الكل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور، وقيل مبهم وقيل عينا وقيل من قام به ووهنا. فلا بد أن نتعلم أحكام البيع عندما نمارس هذا العقد المهم. فما هو البيع لغة واصطلاحا؟ البيع والشراء لفظتان من الأضداد، أي تطلق كل منهما على الأخرى. فيقال باع إذا أدخله وباع إذا أخرج، وشرى كذلك إذا أدخل وإذا أخرج. ومن القرآن الكريم ما يعضد هذا القول، ومن أشعار العرب كذلك كما سنذكر. قال الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال وشروه بثمن، معناها باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ربح البيع أبا يحيى. من يشري نفسه ابتغاء معناها من يبيع. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ومنه أيضا قول الشاعر إذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم كساء. معناها بع أي اشتري، لأن بعض الأزمنة يحتاج إلى أكسية، كفصل الشتاء فإنه يحتاج إلى الكساء. ولذلك قال إذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم كساء. جاء الشتاء ولما أتخذ ربضا يا ويح كفي من حفر القراميص. جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع إذا البدر عن حاجاتنا حبسا كيس وكن وكانون وكأس طلم مع الكباء وكس ناعم وكسا. يقولون كافات الشتاء كثيرة وما هي إلا واحد ليس أكثر. إذا صح كاف الكيس فالكل هين عليك وكل الصيد يوجد في الفرق. مثل عربي، لأن هذه الحوائج إذا وجدت الدراهم وجدت لوجودها. وأما البيع في اصطلاح الفقهاء فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة. أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة مقدم غير العين فيه. فقال الشيخ وهو محمد بن عرفة الورغاني صاحب الحدود والتعاريف، عرف البيع بأنه عقد معاوضة. وعندهم أن الكلمة الأولى من الحد لا تخرج شيئا وإنما تدخل. أدخل. لا تخرج بحال. الكلمة الأولى من الحد
إنما تدخل ولا تخرج. فقال هو بأنه عقد، والعقد هو كل ما له طرفان إيجاب وقبول، وقبول. إيجاب بائع قبول مشتري، تقديم كل منهما بيع دري، إن كان في الماضي وفي الأمر اختلف، وفي المضارع يرد بالحلف. عقد معاوضة ومعاوضة مفاعلة من العوض، والمفاعلة تقتضي التشارك، أي أنه أن يكون العقد بين طرف بين طرفين، أي بين بائع ومشتري. مشتري. فالمعاوضة تخرج العقود التي لا معاوضة فيها، وتسميتها عقودا من باب التجوز فقط، كالهبة وكالوقف والتبرعات وغيرها، لأنه من طرف واحد فقط، طرف واحد لا من طرفين. عقد معاوضة على غير منافعة يخرج عقد الإجارة، لأنه عقد على منفعة الكراء، كذلك عقد على منفعة لا غير منافع ولا متعة لذة يخرج عقد النكاح، لأن عقد النكاح هو عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها، كما عرف في بابه. والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة، أي كل من البائع والمشتري يستخدم كيسه، فيقول له انزع عني كذا أبيعها بمئة، فيقول لا أنا أدفع بها ثمانين، وهكذا. أي كل منهما يستخدم كيسه، والكيس هو العقل. فلو كانوا لكيسة لكاس، وكيس الأم يعرف في البنينة، ولكن أمهم حمقت فجاءوا خماصا ما ترى فيهم سمينة. ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، يخرج ما يسمى عند الفقهاء ببيع الصرف. فبيع الصرف هو بيع فضة بذهب، أو بيع ذهب بفضة. أما إذا كان بيع ذهب بذهب أو بيع فضة بفضة، فإن كان بالعد فيسمى مبادلة، وإن كان بالوزن فيسمى مراطلة. لذلك قال الفقهاء الصرف بيع فضة بذهب، وعكسه وما تفاضل به، والجنس بالجنس هو المبادلة بالعد أو بالوزن فالمراطلة. عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، مقدم غير العين فيه. فيخرج السلم، لأن السلم هو تعمير الذمة بالعرض، وهو بخلاف البيع. ولذلك يقول الفقهاء تعمير ذمة بعرض قل سلم، وعكسه يدعى ببيع يا فهم. ثم إن البيع في الحقيقة ما هو إلا نوع من الكسب، والكسب عند الفقهاء على حالين أو على قسمين، كسب بغير عوض وكسب بعوض. فأما الكسب بغير عوض فأربعة، وهو الميراث، ومعناه أن الإنسان قد يكسب مالا من غير عمل ولا مشقة، من ذلك الميراث. فالميراث هو كسب، وهو يكون للوارث من الشخص الميت إذا كان يرث. لذلك قال في المختصر: ثم تخرج ديونه ووصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه، أي ثم باقي المال بعد هذه الحقوق المترتبة يكون للوارث. فإن كان هذا المال كسبه الميت من حلال فهو حلال بلا خلاف على الوارث، وإن كان الميت كسبه من حرام، لأن الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن كان من حرام اختلف الفقهاء، قيل يكون حلالا على الوارث، وقيل لا يحل له لأنه في الأصل من حرام. وأما النوع الثاني فهو الغنيمة، فهي كسب بغير عوض. لذلك قال علماء السيرة: وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال، أما الغنيمة فعن زحاف، والأخذ عنوة لدى الزحاف. وأما النوع الثالث من الكسب بغير عوض فهو كالعطايا،
كالهبات والأوقاف والأعطية وما شاكلها. وأما النوع الرابع فهو ما لم يتملكه أحد، معناها أمر لم يتملكه أحد فيحل للإنسان أن يتملكه كأحياء الموات وكالصيد وكالحطب. وأما الكسب بعوض فهو أربعة كذلك: عوض عن مال، وهذا هو البيع، لا نعرف له اسما إلا البيع، معناها تأتي بمالك فتقول لي بعني هذا القلم أو هذا الدفتر فأعطيك الثمن وتعطيني المثمن، فهذا هو البيع. وعوض عن فرج كالصداق، وهو مبني على المكارمة كما قال الفقهاء. وعوض عن جناية كأرش الجناية مثلا وما شاكلها، كالدية وأرش الجناية، فهذا عوض عن جناية لأن شخصا جنى على شخص. هنا الشريعة تلزمه بأن يأتي بعوض أو بكسب هو عوض عن ذلك الفعل الذي ارتكبه. وأما النوع الرابع فهو عوض عن منفعته كالكراء مثلا وكالجعل، فقول له اذهب ابحث لي مثلا عن ناقة كذا وأعطيك مقابل الإيجاد كذا، فهو عوض عن كسب. فهذه الأربعة هي أنواع الكسب. ثم إن البيع ينقسم باعتبارات عديدة، فالبيع ينقسم إلى منجز وخيار، البيع المنجز أو البيع على الخيار. والذي في المذهب أن الخيار على قسمين: خيار تروي وخيار نقيصة. وأما خيار المجلس فرواه مالك في الموطأ، فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولكنه لا يعمل بخيار المجلس في البيع ويعمل بخيار المجلس في النكاح. ولذلك قال محمد ملوذ: وجاز في النكح خيار النادي لا ذو تروي وهو ذو فساد. وأما ما رد عليه خليل في المختصر وقال بخيار من أحدهما أو غيره، فالمراد هو الخيار المطلق. وأما خيار المجلس في النكاح فجائز. ولذلك ألغز الشيخ حمد الله رحمه الله بقوله: زوجان بالرشد والإسلام قد وسما، وإرث من مات منه الحي قد حرم، والحل عقد والعقد حل وفاقا، إن لا عجب فكيف تألفه قواعد العلماء. فأجاب نفسه وقال: العقد فيه خيار مجلس، وأتى فيه الحمام أي الموت لزوج قبل من برم. فالبيع ينقسم إلى منجز وخيار. ثم إنه كذلك ينقسم إلى أن يكون الثمن والمذمون، أن يعجل الثمن والمذمون، أن يعجل الثمن والمذمون، وهذا بيع النقد. قالوا نقده إذا عجل الثمن والمذمون. أما إذا أجل الثمن والمذمون معا فهذا هو بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين، وهذا غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين أو بيع الدين في الدين. وأما بيع الدين فيجوز بستة شروط يذكرها الفقهاء. شروط بيع الدين ستة: ترى حضور مديان، وإقرار يرى وبيعه بغير جنس، ونقد ثمنه، ولا عداوة تريد، وليس من شروطه الحلول، إلى آخر الأبيات. والحالة الثالثة هي أن يعجل الثمن ويؤخر المثمون، وهذا هو بيع السلم. وبيع السلم جائز، ولذلك قلت في بداية المقدمة: تعمير ذمة بعرض قل سلام، وعكسه يدعى ببيع يا فهم. وأما الحالة الأخرى فهو أن يعجل المذمون ويؤخر الثمن، وهذا بيع النسيئة كما يسمونه. ثم إن البيع إما أن يكون عينا بعرض فهذا هو البيع، وإما أن يكون عرضا بعرض فهذا يسمونه معاوضة، وهو بيع العروض في بعضها يسمى معاوضة. وإما أن يكون عينا بعين، وهو كما ذكرت إن كان ذهبا بذهب أو فضة بفضة
فهو صرف، الصرف بيع ذهب بفضته وعكسه، وما تفاضل به، والجنس بالجنس هو المبادلة بالعد أو بالوزن فالمراضلة. والبيع إنما يدل على الرضا ولا ينعقد إلا بالرضا، لأن مال الناس لا يؤخذ إلا عن رضاه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه الأحكام هي التي بينها خليل في المختصر بقوله: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاته. معناها الرضا إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل، وهذا الفعل كالمعاطاة، معناها أعطيك الثمن وأخذ الشيء المثمن، ولا يحصل كلام بيني وبينك فيكون البيع قد تم. وإن بمعاطاة أو ببعني فيقول بعت وببتعت أو بعتك، ويرضى الآخر فيهما وحلف، وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به، أو تسوق بها فقال بكم فقال بمئة فقال أخذتها. وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد، أنها لا بد أن يكون الشخص مميزا. وسن التمييز لا حد لها، هو إذا سئل فهم السؤال وأجاب بحسب ما يقتضيه جواب العقلاء من القول. وعليه فالصبي المميز يصح بيعه، ولكنه لا ينعقد إلا إذا أمضاه وليه. إلا بسكر فتردد، معناها أن من أسكر ثم باع هل يقبل هذا العقد أم لا يقبل، أو إذا سكر بحرام بخلاف ما إذا سكر بحلال. للفقهاء تفصيل في هذه القضية. والذي في المذهب أن السكران لا يلزمه إبرام العقود، ولكن يلزمه الطلاق والجنايات والحدود إذا ارتكبها. ولذلك قالوا: لا يلزم السكران إبرام عقود، لا يلزم السكران إبرام عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. ولزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل. فما هي أركان البيع؟ البيع إذا كان صحيحا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، معناها أحل الله البيع المستوفي الأركان والشروط. فإذا استوفى البيع الأركان والشروط كان حلالا بنص هذه الآية المحكمة، وهو أمر مجمع عليه، أي أجمع الفقهاء على حلية البيع. ووردت الحلية بالكتاب والسنة والإجماع كما بينا من خلال هذه الأدلة الكثيرة التي ذكرنا. فالبيع الذي استكمل الأركان والشروط هو بيع أحله الله تبارك وتعالى. والبيع المستوفي الأركان والشروط هو البيع الذي لم يعصى الله به ولا فيه ولا معه، هو البيع الذي لم يعصى الله تبارك وتعالى به، أي أن البائع باع ما يملك، باع ما يملك، وأي أنه لم يغصب أمرا ثم باعه. وهل إن رد لربه مغصوب إلا من غاصبه، وهل إن رد لربه مدة تردد كما قال في المختصر. وللغاصب نقض ما باعه، أم ورثه لاشتراه، ووقف مرهون على رضا مرتهنه، وملك غيره على رضاه. معناه أن البيع المستوفي الأركان والشروط أحله الله تبارك وتعالى. والبيع المستوفي الأركان والشروط هو البيع الذي لم يعصى الله تبارك وتعالى به ولا فيه ولا معه. نعم. إذن هذا لم يعصى الله به، لم يعصى الله تبارك وتعالى به ولا فيه ولا معه. معناه أن يكون البائع باع ما يملكه، وأن يكون المثمن طاهرا يصح بيعه منتفعا به كما في شروط الشيء المباع، وأن يكون الوقت أيضا وقت يصح فيه البيع، لأن بعض الأوقات لا يصح فيها البيع. بعض الأوقات لا يصح في هذا الجمعة، كوقت الجمعة. حياكم الله شيخنا الفضل على هذا الأرض الجميل المفيد.
نبقى مع الجزء الآخر وهو جزء الأسئلة. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. سؤال: من حبس مالا على شخص ثم تجر به، وهل ربح هذا المال يعود لهذا الحبس أم للشخص الذي حبسه؟ لا، هو الحبس هو أن يبقى العين يكون عينه ماثلا وأن تكون له منفعة، فالمنفعة هي للمحبس عليه محبس. لا للمحبس، لا للمحبس، لا للمحبس، هو للمحبس عليه. حبس دارا مثلا على شخص فغلته هذه المحبس عليه، نعم، لأن المحبس قد أخرجها وجعلها لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان عمره في هذه الدنيا محدود، ولذلك رغبت الشريعة في أن يكون للإنسان كسب بعد الموت، كسب بعد الموت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم بثه، وولد صالح يدعو له بالخير. والصدقة الجارية فسروها بالأحباس، معناه أن الحبس صدقة جارية منفعتها تأتي للإنسان بعد موته، ولذلك حرص العلماء وخيار هذه الأمة على أن يكون لهم أوقاف، معناها أن يكون لكل شخص وقف على مساكين أو على مسجد أو على طلبة علم، ويكون أجره له حتى وإن مات، فهو من الصدقة الجارية. جديد. وعليه فغلة الحبس هي للمحبس عليه، يعني. لا للمحبس. جزاكم الله خيرا شيخنا. مثلا إنسان صلى الصبح وقد لاحظ أن عليه حائلا بعد الوضوء، هذا الحائل في يده مثلا، وتذكر هذه الصلاة. إن كان الحائل في أعضاء الوضوء أعضاء الفريضة، نعم، وصلى بطلت صلاته ويعيدها، لأنها ناقصة الطهارة. طهارة. لذلك قالوا: وإن كان صلى بطلت. كان صلى بطلت. وإن كان صلى وفي أعضاء وضوئه الواجبة، فرائض الوضوء ما في النور والقصد والدرك على المشهور، في أعضاء الوضوء الواجبة فإنه يطالب بإعادة الصلاة، لأن الصلاة باطلة لأنها ناقصة الطهارة. وإن كان في التيمم أيضا، التيمم هنا يختلف، لأن الفقهاء قالوا في الاستيعاب: هل لا بد من أن يعم المسح الوجه كله أم جله أم بعضه؟ فإن كانت يسيرة جدا في الوجه أو في اليد فإن شاء الله يعفى عنها، وإن كانت كثيرة جدا فيعيد تيممه. تيمم. نعم. جميل جدا. من تذكر أنه أدى الصلاة بثياب غير طاهرة وقد صلى صلاة بعدها، هل مثلا يترك الصلاة؟ من شروط الطهارة أن يكون الثوب طاهرا، يكون الثوب طاهرا. شروط الصلاة، من شروط الصلاة طهارة الحدث والخبث، وهي أن يكون الثوب طاهرا وأن يكون البدن طاهرا. لذلك خليل في المختصر شرط لطهارة الخبث شرطان: الذكر والقدرة، معناها أن يكون ذاكرا وأن يكون قادرا. ولذلك قال: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر، وإلا أعاد الظهرين للإصرار خلافه. معناها إذا ذكر وقدر وصلى تبطل الصلاة، أما إذا كان ناسيا أو لم يذكر إلا خرج الوقت فصلاته صحيحة إن شاء الله. ولذلك قالوا: إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للإصرار خلاف، وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها، وكانت أسفل نعل فخلعها وعفي عما يعصر، كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد، أو ثوب وثوب مرضعة تشتهد وندب لها ثوب للصلاة، ودون درهم من دم مطلقا
وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حشامة مسحة فإذا برئ غسل وإلا عاد في الوقت. لذلك قالوا طين الشوارع والأمطار يتبعها حبل لبير وباب الدار ذيل نسا ونس شرك وميزاب السطوح وما عساه يقطر بالديماس إن لمس كذا الذباب إذا ما حل في قدر وطار عنه وفوق الثوب قد جلس فكل هذا على طهر له حمل أعاذنا الله مما يوشك الدنس. جميل جدا. رجل وامرأة زوجان ولكل منهما راتب هل تجزئ عنهما أضحية واحدة أم لا بد لكل منهما من يضحي؟ نعم، الأضحية هي سنة في حق الإنسان رجلا كان أو امرأة، ووضع الشرع لها ضابطا وهو ألا تشحف هذه الأضحية به، ألا تشحف عليه في قوته أو قوت عياله. فإن كانت تشحف به في قوته اليومي في هذه الحالة لا تسن في حقه، لأن دين الله يسر ومن شاد الدين فإن الدين سيغلبه. ولذلك خليل في المختصر يقول ضحية لا تشحف، سن لحاج بمن ضحية لا تشحف، أنها غير الحاج ضحية تسن له ضحية، وهي التي تسمى في عرف الحاج هديا لا تشحف، أي هذه الأضحية لا تشحف. وأما الإشراك إنما يكون في الأجر فقط، معناها يمكن أن يشرك معه زوجه فيخرجون أضحية واحدة. أما إذا كانت الأضحية لا تشحف بهم فيمكن أن تضحي الزوجة وأن يضحي الزوج في الأمر سعة. أما إذا أشحفت في هذه الحالة لا تسن في حق من تشحف به الأضحية. والإشراك في الأضحية إنما يكون بالأجر فقط. بالأجر فقط. ما تقدر تقول له نعطيك أنا 10-20 ألف وأنت 30 ألف ونشر أضحية، لا، يضحي هو ويشرك معه في الأجر. مع من أكثر من 6 كما قال في المختصر. جزاكم الله خيرا. رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى فلانة مثلا فأنت طالق. ذهبت الزوجة. هي طالق. فما حكمه؟ هي طالق. هل هذا لابد الشهر من؟ هي طالق، لأن الطلاق يصح فيه التعليق وينجز الطلاق بحصول ما علق عليه. معناها إذا حصل ما علق عليه ينجز. فقال لها هي طالق إن ذهبت إلى فلانة، وذهبت هي إلى فلانة، صارت طالقة. أما البيع والنكاح فلا يصح فيهما التعليق، والطلاق يصح فيه التعليق كالظهار. ولذلك قالوا لا يقبل التعليق بيع أو نكاح، فلا يصح باعتداء جافلح، بينما في الطلاق إذا حصل المعلق عليه حصل الطلاق. نعم. وعليه إذا قال لها أنت طالق إن ذهبت إلى فلانة وذهبت هي إلى فلانة طلق. سؤال ليس بعيدا من هذا، ما إذا قال ذهبت إلى فلانة فالحقي بأهلك مثلا، أو مثلا حزي لك راسك، هل هذه الألفاظ هي صريحة طلاق منها كناية؟ لا، الطلاق له ألفاظ، منها اللفظ الصريح ومنه كناية الطلاق. كناية الطلاق. نعم، اللفظ غير الصريح. وأما الصريح فلا ينوى الشخص فيه. يعني لا يسأل عن نيته. معناها قال لها طالق إذا عبر بهذا اللفظ طا اللام والقاف فلا يكنى ولا ينوى، أي لا يسأل عن نيته. وله كناية الصريحة، البعض عنده تأخذ تكون مأخذ اللفظ الصريح. معناها إذا كان العرف يعتبر عندهم أن هذه اللفظة إذا قالها الرجل لزوجه تعتبر طالقة، فيؤخذ بعرف ذلك الشخص القائل لهذه اللفظة. ولذلك قال الشيخ محمد باب بن عبيد رحمه الله: فخذ أيها المفتي بشخص بعرفه، فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام، بخليت وقد كانت 3 وقد غدت لواحدة لا خلف ثم يرام، ولفظ حرام صار في العرف بتتان، وذكر أقاويل الحرام حرام.
الطلاق ينقسم باعتبارات عديدة كما بينها الشيخ محمد مولود الأحمد فاضل في الكفاف بقوله فصل الطلاق وهو باعتبار حال الحليلين على مجاري مستحسن إن تكو غير صينة، معناها يستحسن الطلاق إن كانت السيدة غير صينة ولم تكن النفس إليها راكنة، لأنه إذا طلقها لا تتبعها نفسه. مستحسن إن تكو غير صينة ولم تكن النفس إليها راكنة إن يثأم بينهما بحيث لا يسلم دينه فحتمه جلا. يثأم إن ثأى إذا فسد يثى، ولقد رأبت ثأى العشيرة بينها فسادها وكفيت جانيها اللتي والتي. إن يثأى ما بينهما بحيث لا يسلم دينه فحتمه جلا، وإن يخف به حرام حرما وكره إن صلح ما بينهما. موطن الاستشهاد وباعتبار لفظه يباح صريحه وغيره جناح، أما باعتبار لفظ الطلاق فإنما يباح الصريح وغير الصريح جناح، لأن الطلاق إما أن يكون صريحا أو غير صريح، فالله يباح. والطلاق في النهاية هو أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق. والطلاق لا يكون إلا عن سببين، فإن لم يكن هناك سبب يستلزم الطلاق ففي ذلك كفر لمعاشرتها وكفر بإحسان أهلها. ما هو جائز ما هو يا الله، إما أن يكون هناك سبب وسبب لم يعد معه يوجد إصلاح، معناها أخذوا بجميع الحلول الممكنة. قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لم يكن هناك إصلاح عندئذ فالطلاق حل وحل أخير، ويقال إن آخر العلاج الكي، وقد يكون الدواء كيا، أي قد يكون الدواء في بعض الأحيان هو الطلاق. نعم، ولكنه لا يكون إلا مع سبب تعذر معه الإصلاح. جميل جدا، الله على التوجيه والإرشاد. من سقط أثناء صلاته، يعني أقصد سقط أثناء صلاته فوقع الأرض ثم قام، هل تبطل هذه الصلاة؟ نعم، هو القيام لازم في الصلاة، قيام لازم، لازم من شروط الصلاة. نعم، ولذلك كانت مراحل المصلي مع القيام سبعة أحوال. إذا قاف من غير استناد واستند صلاته باطلة، فالقيام استقلالا أولا ثم استنادا ثم الجلوس استقلالا ثم استنادا، والترتيب بين هذه الأربعة لازم. ثم بعد ذلك أن يكون على أيمنة ثم أيسر ثم ظهر، والترتيب في هذه الثلاثة غير لازم. وإن خف معذور انتقل إلى الأعلى، فإذا كان السقوط عن عمد فصلاته باطلة قطعا بلا خلاف، وإذا استند على شيء بحيث لو قدر ذلك الشيء لسقط فصلاته باطلة كذلك. جميل جدا، لذلك الصلاة المصلي لا بد أن يكون واقفا استقلالا، واقفا استقلالا مستقلا، هذا هو القيام الأول. فإن عجز عن الاستقلال استند، ثم إن عجز عن الوقوف مستندا جلس استقلالا، فإن عجز عن الجلوس استقلالا جلس مستندا. فهذه الأربعة الترتيب فيما بينها شرط، وأما الثلاثة الباقية فالترتيب بينها غير شرطين. فإن لم يقدر إلا على نية، سأل الله السلامة والعافية، لا يقدر إلا على النية. فإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب، معناه أن القيام شرط من شرط الصلاة، لا بد أن يستقل القائل. نعم. سؤال آخر. السؤال الآخر هو لو شخص مثلا جاء إلى محل ومثلا أعطى الثمن مثلا صاحب المحل وأخذ مثلا بعض أغراضه كالخبز مثلا، نعم، فيدخل هذا في باب المعاطاة؟ يعني نعم، هذه هي المعاطاة التي بوب لها الفقهاء. ولذلك قلت نعم. وإن بمعاطاة، وإن بمعاطاة، وإن بمعاطاة كما قال في المختصر ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة معناه أن تعطي الثمن، أن تعطي للبائع الثمن وتأخذ الشيء الذي اشتريته، ولا يكون كلام بينك وبين البائع. هذه هي المعاطاة، وفيها خلاف خارج المذهب، والذي في المذهب أن المعاطاة يحصل بها الرضا
والرضا هنا فعلي لا بقول، ولذلك هو قال ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن لم يكن قولا، فإن كان فعلا كمعاطاته. كمعاطاته. نعم. جميل جدا. شخص تزوج بأربع نساء في فترة وطلق إحداهن، ثم تزوج خامسة قبل انقضاء عدة ولم ينتبه لتلك إلا بعد عدة أشهر، حيث خرجت تلك من عدتها. نعم، هذا ما هو جائز. هذا هو اللي يقول الفقهاء، يقولوا له عدة الرجل، عدة الرجل عدة الرجل هو المتزوج من أربع، تزوج من أربع، مطلق إحداهن وأراد أن يتزوج خامستان فلا يتزوج حتى تخرج الرابعة من عدتها، فهو هنا يجلس لانتظار أن تخرج هذه المرأة من عدتها، فكأنه صار في عدتها ويأثم قطعا بالانتهاك، فإن لم يكن هناك انتهاك فلا إثم على الشخص، لأن الشخص رفع عنه الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، فهذه كما قلت يبوب لها الفقهاء بعدة الرجل، وهو كان متزوجا من أربع وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج أخرى، لا يتزوج حتى تخرج الرابعة من عدته. الأمثلة مهمة، فهو كأنه هنا جلس في العدة، جلس في العدة لأنه ينتظر خروج الرابعة من العدة لكي تحل له الأخرى. الأخرى هذا مهم، ينبغي المشاهدين ينتبهوا لهذه المسألة. نعم صحيح، لأننا قلنا إن هذين العقدين وهما عقد النكاح وعقد البيع عليهما قوام العالم، قوام العالم. فالأحوال الشخصية لا بد أن تعلم وأن تعرف أحكامها، والمعاملات المالية لا بد أن تدرس وتعلم أحكامها كذلك. ومن قال إن الفقه يكتفي الإنسان منه بباب العبادات ليس بشيء، فالمكلف لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. نعم. من حلف أنه سيسدد دينا عليه، نعم، في فترة، نعم، وانتهت فترة لم يسدد هذا الدين ولم يكفر أيضا عن يمينه، ثم بعد ذلك سدد هذا الدين، التزمه كفارة أم لا؟ نعم، تلزمه كفارة اليمين لأنه حنث، وكفارة اليمين تلزم بالحنث، وهذا الدين الذي فيه لا يسقط لأنه حق للغير، حق فلا بد أن يؤدي للغير حقه، أن يؤدي حق الغير أي ماله. ثم إنه حنث باعتبار أنه حدد زمنا وتجاوز ذلك الزمن ولم يؤدي اليمين في هذه الفترة، تلزمه كفارة اليمين وهي المبينة في سورة المائدة. جميل جدا. هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تتزين في غياب زوجها؟ المرأة لها أن تلبس الزينة، أن تلبس، ولكن بيّن القرآن ما يبدينه، لذلك قال الشيخ محمد مولود بن أحمد فهل وللنساء لبس كل زينة وبيّن القرآن ما يبدينه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفان كما قال الفقهاء، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما الحكم، حكم الصلاة خلف شخص مثلا كان يشرب الخمر في بعض، هل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ الشخص إذا تاب وحسنت حاله وظهر أنه لم يعد يرجع لتلك العادة السيئة المحرمة، لأن الخمر لعن فيها كثير من الناس، لعن شاربها وحاملها وعاصرها وبائعها والمنتفع بثمنها، المنتفع بثمنها كذلك ملعون، لا وهم في الوزر والإثم سواء، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تاب وحسنت حاله وظهر منه الصلاح فالتوبة تجب ما قبلها، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما،
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فشخص ترك الصلاة في زمن شبابه مثلا ثم تاب إلى الله منها فهل عليه القضاء تلك الفترة؟ لا بد أن يقضي ما فات. ولذلك قال خليل في المختصر وجب قضاء فائتة مطلقان ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس خلاف معناه وهو من أمارات الخلف التي بيّن الله تعالى في سورة مريم قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وإذا تاب المرء فعليه أن يقضي الصلاة على الهيئة التي ضاعت إن ضاعت سفرية قضاها سفرية وإن ضاعت حضرية قضاها حضرية ولكنه يقضي حتى يطمئن أنه لم يعد مطالبا بصلاة شخص للفقهاء تبيان ليس المقام مقام ذكره لأنه يطول في كيفية قضاء الفائتة وإذا بدأ في القضاء هل يبدأ بالظهر أم بالصبح هذه مسائل يتحدثون عنها في هذا الباب. شخص كثير الحلف يعني كثير هل تجوز صلاته؟ تجوز الصلاة خلفه ولكن فليتب إلى الله إن كان يحسن الصلاة والقيام وليتقي الله في الحلف لأن بعض العلماء إذا ذهب إلى القضاء وكانت القضية تستلزم يمينا فإنه يتعفف عن اليمين ويترك حقه فيقول أنا لا أقطم على اليمين معناها لا يحلف لذلك الله تبارك وتعالى ذم بعضا من عباده بقوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم ذلك الإنسان عليه أن يترك العادة السيئة التي لا يحببها الشارع. حياكم الله شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ الفقيه العلامة الشيخ علال ولد بابة وباسمكم جميعا مشاهدي القناة الموريتانية وبالتعاون مع المجلس الأعلى الفتوى والمظالم قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى باسمكم جميعا نشكر ضيفنا وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.